الحقيقة واحد معروف دايما بعدائه أو عدم حديثه بشكل جيد على النادي الأهلي، بيقول إن الأهلي بينجم لاعيبته. يعني ماشي، قال يعني إن اللاعيبة دول لا يستحقوا النجومية، يعني هو ده قصده، هو قصده يقول هذه الكلمة بالكلام اللي قاله أو بالكتابة اللي كتبها. يعني الأهلي هو اللي بينجمهم، ده طبيعي على فكرة. النادي الأهلي بينجم أي حد، اي حد يلعب في النادي الاهلي. مجرد ان انت تلعب في النادي الاهلي او تقعد احتياطي او تعلق مباراه للنادي الاهلي او تعمل اي حاجه داخل النادي الاهلي او اي ما يخص النادي الاهلي، كلنا اتنجمنا من النادي الاهلي. الاهلي دايما بيتعاقد مع الكواليتي الافضل على مستوى اللاعبين، معنى ذلك ان هم نجوم لانهم يستحقوا ارتداء هذا القميص، قميص النادي الاهلي، النادي الاكبر والاشهر في الوطن العربي من حيث كل حاجة، سواء بطولات، سواء جماهيرية، سواء شعبية، زي ما انت عايز تقول قول. طبيعي ان لعيبة النادي الاهلي يكونوا نجوم في الملعب وبره الملعب، من خلال اعلانات في الملاعب، اعلانات في التلفزيونات، نجوم في المنتخب. الاهلي بيضيف لاي حد، لاي لعيب كورة، فكرة بس تواجده داخل النادي الاهلي بتديله نجومية اوتوماتيك، مش محتاجة كلام يعني، من غير ما النادي يسعى لتنجيم اي لاعب. أنا عايزك بس أنت تهدى شوية وتخليك معتدل وتشيل الأهلي من دماغك. خلاص كل كلامك عن الأهلي بس، مفيش موضوعات تانية خالص، كل حاجة الحمد لله تمام والأمور جيدة ومش فاضل غير إنك تتكلم عن النادي الأهلي. ما عنديش مشكلة، لأن أنا عارف إن من يتكلم عن النادي الأهلي بيتنجم. أنت اللي قلت مش أنا. فأنا عارف إن أنت عايز تتنجم، مفيش مشكلة، ولكن يا ريت لما تتكلم اتكلم صح، لانه هناك بعض الكلام بيبقى بعيد عن المنطق، بعيد عن اي دلائل. وبيني وبينكم لو انا بتسال هقول ولا عايزك تتكلم عن الاهلي بكويس ولا بوحش، مع انه انا عارف ان هو استحاله، لانه زي ما اتقال ان النادي الاهلي هو اللي بينجم اي حد. ولكن انت تحديدا معروف بعدائك للنادي الاهلي بدون سبب مبرر. وبعدين نهدى شويه ليه برضو؟ لانه في خلال هذه الأيام الدنيا أصبحت أكثر استقرارا. لو تفتكروا حضراتكم وأنا بتكلم معاكم من يومين ثلاثة على الزيارة التاريخية لمجلس إدارة النادي الأهلي لمجلس إدارة نادي الزمالك، قلت لكم في ناس هتزعل قوي من هذه الزيارة، والناس دي لن يجدوا لنفسهم دور خلال الفترة اللي جاية. ليه لن يجدوا لنفسهم دور؟ لأن هم أو الناس دي بتشتغل على الفتنة وإثارة الفتنة ما بين الناديين وما بين الجمهورين الكبيرين، سواء جمهور النادي الأهلي أو جمهور نادي الزمالك. فالناس دي لو ما لقيتش الوسط اللي مش كويس ده هتسكت، مش هيبقى عندها حاجة تقولها، فبالتالي عايزة تفضل تعمل مشاكل ما بين الإدارات، فالإدارات قعدوا مع بعض، فأعمل إيه؟ أطلع أقول كلمتين عن الأهلي اللي هم فيهم السم في العسل كعادته وكطريقته، فيطلع يقول الكلمتين عن الاهلي عشان جمهور الاهلي يروح يقول له ده انت مش عارف بتشجع ايه وبتعمل ايه، وتصبح هناك فتنه مره اخرى ما بين الجمهورين الكبيرين، جمهور النادي الاهلي وجمهور نادي الزمالك مثلا يعني. فانا عايزك تهدى، وعايزك تعرف ان البلد داخله على وقت، احنا في وقت صعب، فمحتاجين ان كل الناس تبقى في ظهر الحكومه وفي ظهر الرئيس وفي ظهر ان لانه الفتره اللي جايه فتره صعبه جدا، او الفتره اللي احنا فيها يعني. فبالتالي عايزين الدنيا تبقى هاديه، عايزين الاحترام المتبادل يبقى هو السائد. مفيش مشكله ان احنا زي ما قلت قبل كده الاهلي يكسب الزمالك ونحفل على بعض التحفيل اللطيف اللذيذ اللي بنشوفه دايما، او اللي بنشوفه من واحنا بنلعب او من قبل ما احنا نلعب لغايه من 10 سنين فاتوا، لانه بعد كده بعض الاشخاص زودوا التعصب لدرجه ان امبارح الاستاذ محمود صبري وهو قاعد معايا لو تفتكروا، لما جه يتكلم الاستاذ محمود صبري امبارح وسالته على الزيارة التاريخية للكابتن خطيب ومجلس إدارته ومجلس إدارة نادي الزمالك، قال لي أستاذ محمود صبري، قال لي إحنا عندنا في الأهرام كنا باعتين محرر أستاذ محمد نبيل، فلقى طفل داخل نادي الزمالك بيقول للأستاذ محمد نبيل بيقول له إيه؟ اللي هو محرر الأهرام، بيقول له هو مين ده؟
فقال له ده محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي. قال له رئيس النادي الاهلي جاي يعمل عندنا ايه؟ تخيل حضرتك ان هي الولد الصغير عنده 12 13 سنه زي ما الاستاذ محمود صبري قال، الولد الصغير مش مصدق ان رئيس النادي، او يعني العشر سنين اللي فاتوا، العشر سنين اللي فاتوا خلوه يفكر او خلوا اهله يفكروا بهذا الشكل، فيوصلوا له ان ما ينفعش رئيس النادي الاهلي يبقى موجود في نادي الزمالك. هذه هي الفكره اللي كان عايش عليها جيل او عشر سنين او اكتر شويه الفترة السابقة، وبالتالي احنا كلنا كنا بنكره الفترة اللي فاتت، لأنه عفوا أنا الطبيعي بتاعي إن كل أصدقائي من النادي الزمالك معظمهم، يعني الجيل بتاعي معظمهم أصدقائي من نادي الزمالك. النهاردة كنت باكل في أحد المطاعم، شفت كابتن أحمد مجدي ومعاه المدير الفني لنادي الزمالك جوميز، المدير الفني الجديد لنادي الزمالك. ما شفت أحمد مجدي، أحمد أصغر مني، أصغر مني بسبع تمن عشر سنين، بس أنا بحب أحمد مجدي لانه احمد مجدي من الناس المحترمه، سلم عليا وبوسته وحضنته وقعدنا وقفنا مع بعض وسلمت على الراجل وقعدت معاه شويه ويعني هو ده الطبيعي بالمناسبه. اللي احنا بنعمله ده هو الطبيعي. لكن ان طفل صغير عنده 12 13 سنه يسال يقول له هو رئيس نادي الاهلي جاي عندنا يعمل ايه؟ وبيقولها بمنتهى الحده، ده على كلام على روايه الاستاذ محمود صبري امبارح. هو ده الغلط الحقيقي، هو ده اللي ده احنا دايما ما بندورش او مش عايزينه يحصل. بالعكس، تجد دائما الزيارات المتبادله ما بين الناديين للاحترام الكبير ما بين الناديين هو اللي يسود، لان هو ده الطبيعي بالمناسبه. وكل شويه هقول هذه الكلمه. فمثل هؤلاء الاشخاص اللي احنا كنا بنتكلم عنهم من شويه، هم دول اللي مش هيجدوا البيئه اللي تخليهم يطلعوا يتكلموا. انا هرد، اعذروني ان انا برد على هؤلاء الأشخاص، ولكن لازم أرد لأنه لازم نعري الناس دي قدام كل جماهيرهم، لأنه ما يصحش. انتقد النادي الأهلي وأداؤه أنت حر، محدش انتقد أداء فني، محدش هيقدر يقول لك حاجة، أنت حر، كل واحد يقول اللي هو عايزه. ولكن إن أنت عايز تعمل الفتنة، إن شاء الله الفتنة ستظل دائما مش موجودة، وسيظل التنافس الشريف هو والاحترام الكبير بينهم هو الأفضل ما بين الناديين الكبيرين، هو اللي هيسود خلال المرحلة القادمة. فأنا بس حبيت أن أنا أتكلم في هذا الأمر لأنه أمر بالنسبة لي مهم جدا جدا جدا.